السلام عليكم ورحمة الله. كل واحد في مكان. يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. باسمي أيها الإخوة الكرام، وباسم المجلس الاجتماعي بمنطقة وادي الشاطي، وباسم أهل فزان جميعا، وباسم كل الشرفاء في ساحة الوطن العزيز، وباسم القوات المسلحة العربية الليبية بكل أصنفها ودروعها المختلفة، ننعي اليوم الشهيد شهيد الوطن وابن ليبيا اللواء محمد علي بن نايل الذي انتقل إلى جوار ربي هذا اليوم بعدما قدم للوطن الغالي كل الواجبات المشرفة وأعطى أخلص التضحيات المستحقة وتقدم الصفوف. أيها الجمع الكريم، إن هذا البطل الوطني تذكره كل ساحات النضال وتعرفه ميادين الشرف والرجولة، وأعطى كل عمره للوطن. اليوم رحل المناضل محمد علي بن نايل، ولكن التاريخ سجل له المجد والعزة والكرامة، وسوف يعيش طويلا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أيها الرفاق، إن قدر الرجال الأبطال كبير، ونقدم قدرهم كبير ومؤلم، ولكن لا نقول إلا ما يرضى الله تعالى. نعزي أنفسنا وكل الوطن وكل الرفاق، وفي رحيله هذا الرجل المجاهد ندعو له بالرحمة والرضوان، وليسكنوا فسيح جناته، وإن لله وإليه راجعون. الموت حق، عزاكم مقبول، وجزاكم الله خير. علي محمد حمودة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمن هم من قضى نحبه ومن هم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما أتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نقف اليوم في هذه اللحظات التي نودع فيها القوات المسلحة العربية الليبية اللواء محمد علي بن نايل محمد الفقيد. التحق بالجيش الليبي منذ سنة 1954، وتدرج في الرتب إلى أن وصل إلى رتبة لواء، وتقلد العديد من المناصب وشان أخرها، وأبرزها اللواء 241 مشاة، آمر اللواء 12 مشاة، آمر مجموعة عمليات الردع، آمر منطقة براك العسكرية، وآخرها آمر مجموعة الاقتحام الرئيسية. تحصل على عدة أوسمة وأنواط، منها وسام الجمهورية، وسام الشجاعة، وسام الفاتح، نوط الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، نوط الواجب. اللهم صل وسلم. شارك في العديد من المعارك بمختلف ساحات الوغى الداخلية والخارجية، ومنها مناصة الشعب الفلسطيني واللبناني والتشادي وحرب أوغندا، وشأن آخرها مقارعة الإهراب، مقارعة الإرهاب، وصد الغزو التركي الغاشم عن أرض ليبيا الحبيبة. فهنيئا له ولأهله ودويه، وهو يدخل التاريخ من أوسع أبوابه ولجميع شهداء ليبيا الذين يسطرون بدمائهم الزكية أروع ملامح الجهاد والنصر. وإذ نودع هذا البطل الذي عملنا تحت إمرته ونعاهده ونعاهد أنفسنا على استكمال هذه المسيرة الطافرة إلى تحقيق النصر أو الاستشهاد. اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعافه واعف عنه، واكرم نزله ووسع مدخله، والحقه بالصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا، ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. امين. اللهم والهم اهله وذويه جميل الصبر والسلوان. انا لله وانا. الله أكبر، الله أكبر،
كنبسته. علي انت احمد انت ده قطع التمينة ثابت اسحبش خليك ثابت ثبت سلاحك فوق كتفك ثبت سلاحك فوق كتفك انتبه انتبهوا انتبهوا اسحب خفرد شوي بس شوي بس شوي بس صوت يا جماعة ارمي اسحب اسحب